هل حضرتك مع هذا الرأي أنه هذا الصراع ما كان له أن يكون لولا يعني اختلاف جذري بين علماء دين وعلماء علوم طبيعية؟ لا، هو مش قضية علماء، يعني هو منذ أن ظهر العلم التجريبي وتطور في نيوتن وأينشتاين حصل نوع من أنواع الغرور العلمي، وأن كل شيء يجب تفسيره بشكل منطقي وعلمي بعيدا عن النصوص المقدسة. ونشأ علم في ألمانيا في القرن 19 1830 اسمه الهرمونوطيقة، وبدأ بالنص المقدس المسيحي، ان هو فكره ان هو ما يسمى تاريخانيه النص، ويبدا يحط النص على المختبر العلمي على المستوى العلمي. يعني على سبيل المثال، لا يستطيع العلم تفسير مثلا حديث النمله لسليمان، الجهاز العصبي وما شابه ذلك. لا يستطيع العلم تفسير مثلا يعني يأجوج ومأجوج، مش قال لك احنا طلعنا وشفنا وما فيش حاجه اسمها سد وفي ناس وراه وحاجات من هذا القبيل، وكل هذه ما فيش حاجه اسمها ايه في العلم ان هو ناس نامت 300 سنه وصحيت يعني زي سوره الكهف. كل هذه الامور هي امور غيبيه. ما في العلم كوما، اللي هي يعني الكوما، الغيبوبه. ما وصلوش 300 سنه، بيتكلموا عن 20 سنه و25 سنه. ما هو هو العلم التجريبي بهذا الشكل يعني، وبعدين بيبقى برضه تحت اجهزه يعني. مهم، فكل هذه الامور ليست علميه، وده اللي دفع واحد زي طه حسين في الشعر الجاهلي ان هو يتكلم عن ما يسمى يعني ايه مجازيه القصص القراني. وده على فكره اللي راحوا قاله عبد الوهاب المسيري برضه في احد كتبه، ان هو يزهو ان هذه القصص ربما تكون نوع من انواع الادب وانها مجازيه. وبعدين برضه احياء الموتى، اذا كان عيسى بيشفي الامراض ويحيي الموتى او حتى الجن، كل هذه الامور غير ممكن تفسيرها علميا، انما هو ايمان قلبي. يجي القضيه الاهم، قضيه التطور. والتطور اضطر ان عبد الصبور شاهين لما كتب ابي ادم كفروه الازهر، كفروه عبد الصبور شاهين، طبعا شيخ كبير جدا. وفي واحد في مصر لسه عايش اسمه الدكتور عمرو الشريف، يا ريت تبقى تجيبوه في مره، وهو بيواجه الالحاد وعامل 7 كتب من ضمنها ابي ادم، وقعد مع عبد الصبور شاهين فتره طويله من الزمن. وعدنان ابراهيم ذهب الى نفس الفكره، ان هو فكره ان هو بدا يكتشف ان حاجه اسمها انسان الترندال، ان بقى له مليون سنه الانسان العاقل اللي هو ادم اقصى تقدير ليه. كان حتى في خلاف في البيت بيته، كان هو وزغلول النجار كانوا بيتكلموا هل هو 35 الف سنه ولا 100 الف سنه. فاحنا بنتكلم عن انسان مستقيم القامه ثبت بالكربون الاسود، ان هو بقى له مليون سنه وبقى له. فكل ده يعني يعني النص المقدس بداوا لو هتحاكم علميا لا، ان هو ايمان قلبي.